اللي اتلعبت لغايه دلوقتي تصفيات. انتوا عارفين قاره افريقيا كلها بتلعب كوره عشان تصفي او الجوله الاولى عشان الوصول الى امم افريقيا ان شاء الله. فاحنا بنلعب دلوقتي في الجوله الاولى، ليبيا كسبت بوتسوانا 1-0، انجولا كسبت افريقيا الوسطى 2-1، غانا كسبت مدغشقر 3-0، موزمبيق انا بقول لكم المجموعات كلها، موزمبيق اتعدت مع رواندا 1-1، تونس امبارح كسبت غينيا الاستوائيه 4-0، جزر القمر كسبت لسوتو 2-0، توجو واسواتيني، توجو تعادلت مع اسواتيني 2-2، بوركينا فاسو كسبت الرأس الاخضر 2-0، الكوديفوار ساحل العاج اللي هي بتشارك في التصفيات لكن كده كده هي متاهله ان هي طبعا هتستضيف البطوله السنه الجايه، كسبت زامبيا 3-1، ناميبيا كسبت بروندي او تعادلت مع بروندي 1-1، جامبيا كسبت جنوب السودان 1-0، النيجر وتنزانيا 1-1، موريتانيا فازت على السودان 3-0، مالي كسبت الكونغو 4-0، نتيجه ثقيله لصالح مالي، السنغال فازت على بنين 3-1، والنهارده الجزائر كسبت اوغندا 2-0، ومنتخب اوغندا ضيعوا ضربه جزاء، بكره ان شاء الله مباراه مصر وغينيا باذن الله.